كلمنا عن نفسك أكثر معلش، نعرف برضو كثير من السوداني عنك. والله أنا شاركت في طاش مطاش، طبعا كنا ذيك الأيام شباب، وتعرف أول ممثل ما يبدأ يكون كومبارس، ممثل أول ممثل ثاني، فلحد ما يوصل. فكنا كومبارس مع مجموعة ممثلين، وبعدين تطور معي الموضوع. تركت أنا طبعا الفترة هذه، تركت التمثيل وتوجهت مع أخوي بيجر أمسي عليه، نواف الزهراني، دخلنا في مجال المقالب. طبعا كانت مقالب اجتماعية وتوصيل رسالة للمجتمع أكثرها، يعني كانت توصيل رسالة للمجتمع بطريقة حلوة، فتكون فكاهية. وبعدين تطقلنا يا ولد، خلصنا المقالب الاجتماعية، قلنا نشوف إنه شيء ثاني يوصل رسالة للمجتمع، وأنا حاب إني أوصل رسالة، مو شرط يعني مجتمع، أبيها لجميع الفئات المجتمع، مو فئة معينة يعني. فدخلت المسرح مع أخوي الفنان عبد العزيز الفريحي، أوجه له تحية الله يعطيه العافية ما قصر. دخلت معاه في المسرحية، مسرحية القهرة رايح جاي، مع مجموعة ممثلين ما شاء الله لهم وزنهم، تمثيلهم يعني ممثلين لهم قامة. شاركت في مهرجان الأفلام السينمائية بفيلم مطلق لي، اللهم لك الحمد، ترشح وعرض في مهرجان السينما. والآن عندنا فيلم جديد مع الممثل محمد العيسى اسمه عياض في الرياض، وراح يكون فيلم سينمائي إن شاء الله، فيلم مرة حلو. وإن شاء الله في 28 ديسمبر إن شاء الله راح يكون حفل التدشين بإذن الله. متى مواليد المملكة العربية السعودية للرياض؟ الخرج، مواليد الخرج. مواليد الخرج.